وطيب نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم سمر غانم مقدمين بيدي مجانين وكرشيه وتريكو. ويا بليتي يا بليتي يا بليتي يا بليتي، ما تروحيش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. والنهارده جايبه لكم ورشه البطانيه التحفه ديت، اخت لينا في البيدي كانت طالباها مني. اصلا الغرزه ليها استخدامات كتير وتنفع صيفي او شتوي، ممكن تعملي منها بلوزه او بلوفر، ممكن تعملي منها جاكيت صيفي او شتوي، ممكن تعملي منها بطانيه اطفال او كبرتات اطفال، ممكن تعملي منها شنطه، ممكن تعملي منها كوفيه، ممكن تعملي منها خداديه، ممكن تعملي منها شال مستطيل، لها استخدامات كتير. طب ايه المانع بقى قبل ما نبتدي الورشه؟ في علامه الهاند تحت الفيديو، اعملي لايك للفيديو تشجيع ليا وللقناه، وكومنت حلو بقى عشان ايه، بحب اتدلع. والناس اللي لسه ما اشتركتش مستنيه ايه؟ تحت الفيديو برده هتلاقي زرار احمر كده مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوسي عليه هيجي لك الجرس، ودوسي على الجرس واختاري منه كل عشان اي ورشه انزلها يجي لكم اشعار بيها. وكومنت حلو برده عشان ايه، بحب اتدلع. وما تروحوش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. وطيب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الشغل. اخوتنا النهارده هيمالاي ايفريداي وابره رقم 4. هعمل عقده البدايه وطريقه الغرزه النهارده هعملها برده بالطريقه بتاعتي. البنات الجديده معانا في القناه وما تعرفش الطريقه بتاعتي، فوق هنا في علامه الاي هيظهر لك فيديو باسم بتحب الكروشيه. طيب تعالي اقول لك اول سر من اسراري، اتفرجي عليه هتعرفي الطريقه بتاعتي. وفي نفس الفيديو بتاع اسرار الكروشيه في صندوق الوصف التعليق مثبت في فيديو تاني في ازاي تفكي لو اتبقى معاكي سلاسل في نهايه الشغل يتفك تفكيهم بكل سهوله. انا هعمل مجموعه من السلاسل من غير ما اعدها ولا اي حاجه بطول حوالي 15 سنتي. عملت مجموعة من السلاسل بطول حوالي 15 سنتي، تمام. هحدد اخر غرزة وقفت عندها واطلع بخمس سلاسل، 1 2 3 4 5، تمام. وبعدين اخد لفة وفي الغرزة اللي حددتها اللي هي هتعتبر الستة اعمل عمود بالشكل ده، تمام. وبعدين اخد 2 سلسلة، 1 2، اخد لفة افوت غرزتين، ادي 1 2، وفي التالتة اعمل عمود. بالشكل ده واخد سلسلتين، اخد لفه افوت غرزتين، وفي غرزه الثالثه اعمل عمود. بالشكل ده وافضل ماشيه كده لنهايه السطر. هكتفي بالعرض ده عينه، وعايزه اختم السطر بتاعي. اخر السطر هاخد سلسله واخد لفه افوت غرزه واحده، وفي الغرزه اللي وراها اعمل عمود زي ما ابتديت. انا ابتديت بخمس سلاسل، خمس سلاسل، 3 ارتفاع عمود وسلسله للفراغ فوق وسلسله من تحت، يبقى كده 5. انا كده برضو ادي سلسله من فوق وسبت سلسله من تحت، ادي كده 2 وعمود ارتفاع وثلاث سلاسل، يبقى كده ايه، اكن 5 سلاسل، تمام كده. هيتبقى معاكي كام سلسله؟ فوق هنا في علامه الاي هيظهر لك فيديو، في الفيديو ده ازاي تفكي السلاسل بكل سهوله. وكده عملنا الغرزه بتاعتنا من غير ما نحسب لها، بتقبل القسمه على 2 زائد 3 ولا بتقبل القسمه على 5 زائد 2 كده يعني. خلاص السطر اللي جاي بقى هطلع باربع سلاسل، 1 2 3 4، والف الشغل. هاخد لفه واخش هنا في الفراغ اللي هو كان فيه واحد سلسله، اخش فيه ادخل الابره واطلع الخيط. عندي ثلاث حلقات، لفه من حلقه وبعدين لفه من حلقتين وبعدين لفه من حلقتين، خلاص. وبعدين اخد لفه اروح للفراغ الثاني، اعمل ادخل الابره واطلع الخيط، لفه من حلقه ولفه من حلقتين ولفه من حلقتين، ثاني اخد لفه في نفس الفراغ واطلع الخيط. عندي ثلاث حلقات، لفه من حلقه، لفه من حلقتين، لفه من حلقتين، بالشكل ده، تمام. وبعدين اخد لف هنا في عمود اهو اللي في السطر الاولاني، هخش كده هدخل الابره من قبليه واطلع من بعديه عمود امامي واطلع الخيط واشده كده، لفه من حلقه، لفه من حلقتين، لفه من حلقتين، بالشكل ده. وبعدين اخد لف اروح للفراغ اللي وراه، لفه من حلقه، لفه من حلقتين، لفه من حلقتين، لفه من حلقه، لفه من حلقتين، لفه من حلقتين. عملت في الفراغ 2 عمود اهو. وبعدين اخد لفه اروح للعمود اللي ايه، في السطر اللي قبليهم، في السطر اللي تحت، اخش من حواليه كده واطلع الخيط، ولفه من حلقه، لفه من حلقتين، لفه من حلقتين، بالشكل ده.
تمام، وبعدين اقرر اخد لفه اروح للفراغ اللي وراه. واخد لفه انزل تحت في العمود اللي في السطر الاولاني بالشكل ده، وافضل ماشي كده لنهايه السطر. وصلت خلاص لنهايه السطر، فاضل عندي اخر فراغين. الفراغ اللي قبل الاخير اشتغل بيه فيه برضو نفس النظام، وبعدين اخد لفه اروح للعمود اللي تحت اشتغل من حواليه كده، تمام. وبعدين اخد لفه اخش في اخر فراغ دوت اروح عامله فيه عمود بنفس الطريقه، بس انا هنا عايزه اغير اللون. خلاص هجيب اللون الجديد واطلعه من اخر حلقتين بالشكل ده، وكده ابقى نهيت السطر، تمام. السطر الجديد بقى هطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3 والف الشغل، تمام. هخش هنا هسيب اول غرزه، خلاص تاني غرزه هنا هخش فيها واعمل حشو، تمام كده. وبعدين اخد ثلاث سلاسل، 1 2 3، المجموعه هنا دخلت في اول غرزه هخش في اخر غرزه، تمام. وبعدين ثلاث سلاسل، 1 2 3، المجموعة التانية اهي هخش في اخر غرزة هسيب 1 2 واخش في التالتة. يعني في الاول اخدت ثلاث سلاسل ودخلت في اول غرزة في المجموعة، وبعدين ثلاث سلاسل دخلت سبت غرزة واحدة ودخلت في الغرزة التالتة في المجموعة. خلاص بعد كده اخدت ثلاث سلاسل وسبت غرزتين، ادي المجموعة، سبت الغرزة الاولانية والتانية ودخلت ايه في التالتة، وبعدين ثلاث سلاسل، 1 2 3، اروح للمجموعة التانية الغرزة التالتة في المجموعة اخش فيها واعمل حشو، وبعدين ثلاث سلاسل، 1 2 3، اروح للمجموعة التانية في الغرزة التالتة اعمل حشو ثلاث سلاسل، برضو الغرزة التالتة اعمل حشو ثلاث سلاسل، في الغرزة التالتة اعمل حشو ثلاث سلاسل، في الغرزة التالتة اعمل حشو، وبعدين ثلاث سلاسل. في الاخر هنا في عمود وفي فراغ، هخش في الفراغ واعمل حشو، وكده انتهينا من السطر. السطر الجديد بقى هطلع باربع سلاسل، 1 2 3 4، والف الشغل. ده تكرار السطر التاني، هاخد لفة في اول فراغ اخش اعمل عمود بنفس الطريقة، لفة من حلقة ولفة من حلقتين ولفة من حلقتين، وبعدين اخد لفة اروح للفراغ اللي وراه اعمل 2 عمود بنفس الطريقة. ادي اول عمود، ادي تاني عمود، وبعدين اخد لفة هنا في غرزة حشو هخش حواليها واعمل عمود امامي بنفس الطريقة، وبعدين اروح للفراغ اللي وراه ادي اول عمود وادي تاني عمود، واخد لفة اروح لغرزة الحشو اللي قبليها اللي في السطر اللي تحت واعمل عمود امامي بالشكل ده، واكرر في الفراغ اللي وراه. بالشكل ده، وافضل ماشيه كده لنهايه السطر. وصلت لنهايه السطر، فاضل برضو اخر فراغين. الفراغ اللي قبل الاخير اشتغل فيه بنفس الطريقه،
وبعدين اروح لاخر فراغ اعمل برضو عمود، وفي اخر حلقتين اروح مطلعه اللون الرصاصي الفاتح تاني معايا عشان نغير اللون. بصوا لو تلاحظوا بقى البرود هنا العواميد جايه بالورب، مش عارفه باينه معاكم ولا لا. خلاص السطر اللي جاي بقى هنطلع بثلاث سلاسل وتكرار، واحد اتنين تلاته، والف الشغل. اجي هنا في المجموعه اخش في اول عمود فيها الغرزه بتاعتها واعمل حشو، وبعدين ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاته، في اخر عمود فيها اروح عامله حشو، وبعدين ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاته، اروح للمجموعه التانيه اخر عمود فيها عامل حشو بالشكل ده، وبعدين ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاته، المجموعه اللي وراها اخر عمود فيها اعمل حشو، وافضل ماشيه كده. دي هنا اخر مجموعه، وبعدين ثلاث سلاسل هنا في عمود والسلاسل بتاعت الارتفاع اخش في الفراغ واعمل حشو ده كده ظهر الشغل. خلاص وبعدين السطر الجديد بقى تكرار، اطلع باربع سلاسل واحد اتنين تلاته اربعه، والف الشغل اخد لفه هنا في اول فراغ اعمل عمود واحد بس. خلاص واخد لفه هنا في الفراغ اللي وراه اعمل عمودين، وبعدين اخد لفه اروح لغرزه الحشو اللي قبليهم اعمل عمود امامي بنفس الطريقه بالشكل ده، وافضل ماشيه كده بنفس الطريقه. والغرزه عباره عن تكرار سطرين ونطلع بالطول اللي احنا عايزينه. وادي عينه كنت عاملاها لكم بلون فاتح، حسيت الاسود مش باين في التصوير. بصوا الغرزه عامله ازاي ومايله، البرود بتاعها جاي بالورب كده. رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومه بطريقه سهله ومفيده. ولو عجبتكم ورشه النهارده ما تحرمونيش من لايك وكومنت، والناس اللي اول مره تتابعنا يا ريت اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي، واشوفكم قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في فيديو جديد او ورشه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.